ليه جماهير النادي الاهلي واخده منك موقف صحيح؟ ما انا شفنا هو ده انت وليد سليمان وابو تريكه بس انا ما طلعتش ما طلعتهمش السما، اه هم اللي طلعوا السما، اه يعني هم اللي كويسين فاتقال عليهم كويسين. لعيبه الزمالك مصطفى فتحي كويس، بيتقال عليه كويس. عمري ما هحط مكياج لحد نخدع بيه الناس. الموضوع اني انا بعلق للزمالك والزمالك في حاله كويسه فبيتقال عليه كويس. الاهلي بعلق له في حاله كويسه بيتقال عليه كويس، الموضوع بسيط وانا شايف الموضوع ده مكرر. والناس عايز تقول لك انت زملكاوي، خلاص يا سيدي انا زملكاوي، خلاص ايه في ايه؟ انا زملكاوي يا سيدي، حصل ايه يعني؟ ايه هتعمل لي ايه يعني؟ يا ابو نيازي لا لا استاذ صح نيازي انا زملكاوي، انا زملكاوي، هتعمل لي ايه؟ ممكن تقول لي هتعمل لي ايه يعني؟ انا سيدي زملكاوي، ما الدنيا كلها قدامك اهلاويه، انت عملت لهم ايه؟ ولا الزملكاويه عملوا لهم ايه؟ في ايه يا اخي؟ ما انت سكر انا مش عايز ادخل في ما السكه دي كتير. طب النهارده انت غيرت توت توت للعنب ليه؟ نعم؟ توت توت ايه؟ توت توت هيعدي هيفوت هيرقص لا هيشوط، دي كلمتك المعتاده غيرتها النهارده في التعليق. لا انا لقيت في ناس متضايقه من توت توت توت، ف حسوا ان الكلمه ممكن تكون فيها نوع من الاستفزاز للبعض، فانا مهمني جدا الجمهور ما يستفزش، لان انا دوري مش ان انا نرفزك ولا اوترك. وحولناها العنب الموسم بتاعه، وبعدين العنب في الشارع ما حدش بيشتريه، كله عمال يشتري في التوت، فقلنا نسوق العنب شويه. الموضوع بسيط يا ابراهيم خالص، ابراهيم بص الموضوع بسيط خالص.